بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله سبحانه وتعالى نستعين وعلى الله نتوكل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنقرأ الفاتحة لتكريم روح الكريم صعدا الى رب كريم. مرة اخرى من الصراط المقام للمغفور له باذن الله تعالى. نلتف بكم سويا حول مأدبة القرآن الكريم. وقائعنا في هذه الليلة قارب قريب مصر العربية وعدوا بنقابة القرآن في مصر والعالم الإسلامي كله. عديلة القالة شيخ محمد إمام غريب القرية والمقيم في سبتيس. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع له وهي زاهد والقادر عليه. فليتفضل المشكور. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عزيزك تجعل مع الله شريكا. فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. فيغفر لمن يشاء ويعذب
بسم الله بسم الله والله لجيل
Oh!
لا يكلف الله نفسا إلا لا بسم الله
ألف لا مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل صدق الله العظيم. يا ايها القارئ به متمسكا جل له في كل حال مبتدا هنيئا مريئا والديك عليهما ملابس الانوار والنفاج والهدى فما ظنكم بالاجر عند رزائه اولئك اهل الله وصفوه الملا من الاحسان والبر والتقى حماك الله يا خير قارئ لاعظم ترتيل عن النبي محمدا قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض لقارئ جمهورية مصر العربية وعدو من نقابة القراء في مصر والعالم الإسلامي كله قبيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب القارئ والوكيل سنتريس عبر أسير الإذاعة المحلية السادة المعزين قبول الأعزاء المعزين